عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وكان عبد الله يجلس أصحابه المجلس الواحد قد يطول، يتذاكرون في مناقبه فينقضي المجلس من غير أن يتم إحصاؤها، أعني مناقبه. وكان جوادا كريما مجاهدا سخيا زاهدا محدثا مفسرا عالما حافظا وما شئت رحمة الله عليه. ومع ذلك كان يقول: إذا رأيت الفضيل بن عياض جدد لي الحزن وأبغضت نفسي. يقول: إذا رأيت الفضيل، يعني إذا رأيت في وجهه، إذا رأيت الفضيل بن عياض جدد لي الحزن، يعني على نفسي، وأبغضت نفسي. ومن لم ينفعك لحظه فلن ينفعك لفظه. من لم ينفعك لحظه، يعني إذا رأيته تذكرت الله وأخذت بالتي هي أقوم. إذا لم ينفعك لحظ اللاحظ فلن ينفعك لفظ اللافظ، ومن لم ينفعك لحظه فلن ينفعك لفظه.